ينضم إلينا من بيروت عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أستاذ عمر أهلا بك. يعني إسرائيل عدة مرات كان لها مزاعم بوجود قادة من حماس في عدة مواقع استهدفوها سابقا، الآن الجيش الإسرائيلي أيضا يزعم من جديد بوجود قادة لحماس في خان يونس، ما مدى صحة هذه المزاعم هذه المرة؟ صباح الخير، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. من الواضح تماما، حضرتك كنت قبل شوي عم تقرأي أنه يعتقد، يعني الجيش الإسرائيلي وقيادة الجيش الإسرائيلي تعتقد أن قيادة حماس في خان يونس، وبالتالي هذا انعكاس أيضا لما كان يعتقده الجيش الإسرائيلي بأن قيادة حماس موجودة تحت مجمع مستشفى الشفاء. إذا لا أحد يستطيع أن يحدد مكان قيادة حماس أو قيادة الجهاد أو قيادة المقاومة الفلسطينية بشكل عام، وبالتالي العمليات تعتمد على ما نسميه نحن بالاستعلام التكتيكي على المستوى العسكري والاستعلام الاستخباراتي المباشر، سواء يعني عبر العمليات أو عبر الاستطلاع الإلكتروني. يعني طيب حتى اللحظة أستاذ عمر، هنا ثبت فشل الاستخباراتي لإسرائيل في هجوم مستشفى الشفاء، هل هذا السيناريو يتكرر الآن؟ نعم بالتأكيد، أكثر من ذلك، يعني نحن كخبراء كيف نستدل على الوضعية الميدانية؟ طبعا من خلال حركة القوات، يعني على عجالة يعني وبشكل سريع، وهذه مسألة أعتقد أنها مهمة جدا للدلالة على فشل حتى العمليات العسكرية. الآن يعني على مدى 36 ساعة تم نقل لواء كفير، وهو اللواء الذي أنشئ كمتخصص، لواء متخصص في حرب الشوارع، من بيت حانون إلى منطقة عمل الفرقة 36 في الشجاعية. هذا يعني أن هناك إخفاقات في الشجاعية. كما تم نقل لواء جفعاتي، وهو من ألوية النخبة، يعني من شمال بيت حانون، وإلحاقه بالألوية 35 89 551، وهي ألوية مظلية تابعة للفرقة 98، لمؤازرة أيضا الفرقة 143 على مسرح عمليات خان يونس الذي يقارب 24 كيلومتر. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الآن هناك أربعة ألوية مضافة إلى الفرقة 143 تساعد يعني طبعا الفرقة 98، يعني التي نقلت من الفرقة 98. طيب إذا ما نظرنا إلى حجم مسرح العمليات وحجم القوات لوجدنا أن هناك يعني تخمة في عدد القوات على مسرح عمليات محدود، وبالتالي هذا يفسر الإخفاقات. على العموم سيدتي الكريمة، منذ بدء العملية البرية نحن أمام 33 يوم من بدء العملية البرية، وبشكل موضوعي يعني بعيدا عن الوجدانيات والعواطف، حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي توغل في المناطق المفتوحة، هو يقوم بعمليات اندفاع نحو المناطق المأهولة سكنيا، لكنه لم يستطع تحقيق اختراقات حقيقية حتى في شمال غزة. يعني الآن هو اقترب من مدينة غزة لكنه لم يستطع يعني سيطر على مدينة غزة. أيضا هذا الوضع في الشمال، في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. أستاذ عمر، يعني بالحديث عن التحشيد العسكري الذي ذكرته حضرتك بالنسبة للموقع، يعني كان هناك يعني تصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن والذي تدخلت فيه أمريكا بحق الفيتو، في نفس ذات الوقت طالبت الكونغرس بالإسراع في الموافقة على بيع قذائف المركافة للدبابات الإسرائيلية، هل لهذا علاقة بأي تطورات ميدانية؟ نعم بالتأكيد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تخفي، ويعني منذ القدم يعني هي الحليف الأول لإسرائيل، وبالتالي لم يتم تحقيق إنجاز حقيقي. يعني لو تم تحقيق إنجاز حقيقي لكنا يعني أمام يعني وقف إطلاق نار. هذا الأمر حصل في العام 2006، الولايات المتحدة الأمريكية أخرت الوصول إلى وقف العمليات القتالية فترة 33 يوم، وبالتالي هذا الأمر يحصل الآن في غزة. يعني طالما لم يستطع الجيش الإسرائيلي تحقيق منجز ولو تكتيكي،
أعتقد أن العمليات ستستمر، وأعتقد أيضا لدى الأزم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيق أي قرار لوقف إطلاق النار طيب أستاذ كائنا عمر، من كان. أستاذ عمر، سؤال هنا يشغل بال الكثيرين. الحديث في إسرائيل حول إغراق أنفاق حماس بمياه البحر، عسكريا هل يمكن تنفيذ هذا فعلا؟ لا طبعا، يعني هذا يحتاج إلى إغراق يعني كامل قطاع غزة بالمياه، وهذا يعني سيجعلنا نذهب إلى كارثة بيئية. تقنيا أنا طبعا لا أمتلك خريطة أنفاق غزة، ولا أحد، يعني حتى أمريكا وإسرائيل لا تمتلك هذه الخريطة. لكن منطقيا عندما نريد أن نبني أنفاق تحت الأرض، من المنطقي أن لا تكون متصلة ببعضها، وبالتالي إذا ما نفذت هذه العملية بالتأكيد سيكون لها آثار، لكن ستحد من عمل الأنفاق لكن لن تمنع عمل الأنفاق. إضافة إلى أن الأنفاق موجودة على طوابق مختلفة، من أعماق 10 أمتار إلى أعماق 70 متر، وهذا يعني في مكان ما أن هناك عمليات أسهل كان يمكن للجيش الإسرائيلي أن ينفذها، مثلا إغلاق فتحات هذه الأنفاق. لكن طالما أنه لم يسيطر على مناطق عمل الأنفاق بشكل حقيقي، فهو يفكر يعني في العمل يعني بواسطة المضخات، مع الإشارة إلى أن هكذا عملية تحتاج إلى 2 أو 3 شهور في الحد الأدنى، قياسا على قوة عمل المضخات ومساحة القطاع و يعني حجم الإغراق. نعم. والإغراق سيكون يعني فوق الأرض، نعم. ليتم تسريب المياه إلى تحت الأرض. وصلت فكرتك الأستاذ عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت، شكرا لك على مشاركتنا هذا الحوار.